نحن موجودين في إربد في شمال الأردن، نحتفي معكم في بيت للكل وحلقة جديدة. والأرض العربية دائما كانت القصة والتاريخ، وهي دائما محط الأنظار منذ الأزل وحتى اليوم. نحتفي معكم اليوم مع الثقافة، نحتفي معكم أيضا مع الحضارة ومع التاريخ بكل الأشكال. نحن في الأردن، أهلا بكم في بيت للكل. بالتأكيد يا شافكي، وكأنما شعراء الأردن ينثرون نثار الكلمات في سماء القصيدة. وحقيقة نتواجد في إربد، هذه المسيرة المستمرة، العطاء المستمر لحكايا الأجداد ووصولها إلى الأبناء والآباء. حقيقة هذه المسيرة المستمرة لكل بلداننا العربية، وتنوع الثقافات واختلافها أعطى الثقل لبلداننا العربية. واليوم نحتفي من إربد هذا الثقل العربي الكبير، وهي عاصمة للثقافة العربية، نكون متواجدين من إربد، هذه المدينة الغنية بأسماها الكبيرة التي قدمت ما قدمت للثقافة العربية بكل صورها وبكل أشكالها وبكل معانيها. فاليوم مبارك للشعب الأردني شعبا وقيادة بهذا الإنجاز الكبير في أن تكون إربد عاصمة للثقافة العربية. نعم، واليوم وبعد عام واحد من تتويج القاهرة عاصمة للثقافة، تتوج هذه المرة إربد عاصمة للثقافة العربية، نستسقي منها فناً وحضارة. إذن مشاهدينا، من هذا الجمع الجميل وفي هذا المكان الرائع الذي يجمع ما بين التاريخ والحضارة، نجتمع سوياً في بيت الكل، علها تكون نقطة انطلاق ليكون لدينا ما بين جميع الدول العربية إن شاء الله، فكرة أن يكون هنالك تعاون ثقافي وحضاري وفكري. وإن شاء الله حلقتنا لهذا اليوم ستكون زاخرة بمجموعة من القضايا الثقافية، علها تكون فعلاً من مصر، من فلسطين، ومن العراق ومن الأردن، ننطلق إلى لكل عواصم الدول العربية حتى يكون هنالك ثقافات، وإن كان هنالك اختلاف لكن يجمعنا دائما الهدف والفكر الواحد.